سيدتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يطلع مسؤولين من منظمات المجتمع المدني على تجهيزات لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي. تدشين برنامج فحص العيون المبكر لتلاميذ الابتدائي وافتتاح المحافظ لمستشفى الرحمة التعاوني بالمقلة. وحدة المقلة يتأهل للدور الثاني في تصفية المحبة والسلام لكرة الطاولة. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالم البحسني اليوم عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني على مكونات مكاتب وصالات مطار الريان الدولي الحديثة واستكمال جاهزيتها في انتظار وصول الأجهزة الفنية والأمنية الحديثة استعدادا للبدء في إعادة تشغيل المطار. وقال محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية تولي موضوع المطار أهمية بالغة للتخفيف عن المواطنين خاصة المرضى، وتسعى لترفيع المطار من دولي إلى مطار رئيسي. وقدم مدير عام مطار الريان المهندس أنيس باسويطان ونائبه المهندس محمد الكسادي شرحا حول مكونات المكاتب والصالات الحديثة التي تشمل مكاتب للإدارة وشركات الطيران والأمن ومواقع للتشييك على الجوازات والعفش وتفتيش الحقائب وصالات الدخول والمغادرة وبوفيهات ومصلى مجهز بأربع وحدات تكييف مركزية وكاميرات مراقبة ذات تقنية عالية. وأكد مدير المطار أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90% وأن إدارة المطار أبرمت عقودا مع دول أجنبية لتصنيع معدات ملاحة واتصالات ومعدات أمنية خاصة بالطيران، وحال وصولها سيتم البدء في إعادة تشغيل المطار. تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مبنى كلية الشرطة بالمكلا، مطلعا على التجهيزات في تأثيث مبنى إدارة الكلية لبدء دوام قيادة الكلية مطلع الأسبوع الجاري. كما تفقد سير العمل في تجهيز منصة وميدان الاستعراض، ووجه محافظ حضرموت بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وفق المواصفات الفنية واستكمال منصة وميدان الاستعراض وتأثيث مبنى سكن الضباط ومبنى سكن الطلاب وقاعات الدراسة وتزويدها بتجهيزات ومعدات الدراسة الحديثة. ووضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حجر الأساس لمشروع مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمديرية الشحر. واستمع محافظ حضرموت من مالك المشروع المستثمر سالم باقازي إلى مكونات مشروع المصنع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 20 مليون دولار، الذي سيخلق فرصة لنحو 300 عامل ومختص، وسيشمل على 17 منشئة صناعية لتعليب وتغليف وإنتاج الأسماك والثلج المجروش ومخازن للتبريد والطحن ومباني للعمال والإدارة والسكن للضيافة ووحدة صحية، ومن المتوقع الانتهاء منه في أكتوبر المقبل. وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية تدعم المستثمرين الجادين وتوفر لهم السبل الكفيلة بإنجاح مشاريعهم في المحافظة، موجها السلطة المحلية بمديرية الشحر بتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ المشروع وفق الدراسات الفنية المعتمدة وتذليل أي صعوبات قد تعترض سير العمل. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مستشفى الرحمة التعاوني بحي الشهيد بالمكلا. وطاف محافظ حضرموت بأقسام المستشفى مستمعا من مديرها العام عبد الله بن سعد إلى أهداف المستشفى التي تقدم خدمة علاجية وتشخيصية ووقائية بكفاءة عالية وبأسعار مخفضة ومدعومة لمساعدة شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود. وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح المستشفى الذي يخدم أهالي المكلا بشكل عام، وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية والوقوف إلى جانبها لاستكمال تحقيق أهداف وتطلعات إدارة المشروع المستقبلية،
ومتابعة المنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة لدعم المستشفى. كما دشن محافظ حضرموت بالمستشفى برنامج الفحص المبكر لعيون تلاميذ الصف الابتدائي بمدارس مديرية مدينة المكلا ضمن مشروع الحماية من كسل العين بالتعاون مع دائرة الصحة المدرسية بمكتب وزارة التربية والتعليم. نحن سعداء جدا هذا اليوم بافتتاح مرفق صحي هام وهو مستشفى الرحمة التعاوني. أنا أحيي القائمين على هذا المستشفى وبارك لهم وبارك للمواطنين في هذا الحي أيضا الذين ستدخل هذا المستشفى بخدمتها إليهم، سترفع معاناة كثيرة كانوا يعانوا منها سنوات طويلة. هذا عمل عظيم، عمل كبير جدا. أعتقد أن تضافر الجهود، تعاون كل المختصين من مكتب الصحة، من وجهاء، من مدير عام المديرية، من قائمين على هذا المستشفى، أثمر إلى هذه النتيجة الطيبة والرائعة جدا. نحن في أمس الحاجة في هذه الظروف إلى قيام مثل هذه المستشفيات التي تدعم وتساعد المواطنين. مش كل المواطنين قادرين أن يصلوا للمستشفيات ويحصلوا على العلاج ويحصلوا على الدواء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. أتمنى من الناس الخيرين، من الناس القادرين، تجار، رجال أعمال، أهل الخير، حتى المواطنين العاديين، أن يتبرعوا لهذا المستشفى، أن يدعموا هذا المستشفى. هذا أمر مهم جدا وواجب ديني وواجب وطني وواجب إنساني. إذا دعمتم هذا المستشفى بتستمر وبتعمل لسنوات طويلة، وإذا كفيتوا عن دعمها بيقل مجهودها وبيقل أدائها. فنريد المستشفى أن تعمل بطاقم كبير وبنفس كبير وبروح كبيرة جدا. دشنت كتيبة حماية الشركات النفطية عملها التدريبي الجديد بحضور أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان بعرض عسكري وتكريمي. ونقل خلال الحفل أركان المنطقة العسكرية الثانية تحيات رئيس الجمهورية ومحافظ حضرموت، فيما أكد قيادة حماية الشركات العميد أحمد المعاري على الجاهزية الكاملة لقوات الكتيبة لمواجهة الظروف الأمنية المختلفة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشيدا بالدور العظيم لجنود الكتيبة طيلة الفترة الماضية في حفظ أمن وحماية الشركات العاملة بالقطاعات النفطية. وكانت وحدة رمزية من الكتيبة قد قدمت عرضا عسكري استعرضت فيه المهارات القتالية والقدرة العسكرية الاحترافية. صدر مكتب وزارة الأشغال العامة وقسم الإصحاح البيئي بمديرية الشحر كميات كبيرة من الحبار نوع هكتار تالفة وغير صالحة للاستهلاك بميناء الشحر السمكي، حيث هبطت كمية الحبار التالف من قبل أفراد أمن ميناء الشحر، وذلك أثناء تهريبها من أحد العبار المتواجدة داخل حوض الميناء الداخلي لثلايات حفظ الأسماك في ساحل الميناء. وتم نزول فريق من المختصين بمكتب الأشغال العامة قسم الأصحاح البيئي لتفحصها ليتضح لاحقا أنها تالفة وغير صالحة للاستهلاك. هذا وقدرت الكمية التي تم إتلافها ما يزيد عن طن ونصف من الحبار. وافق عدد من الممثلين عن المكونات الشبابية خلال لقاء عقد بالمكلا مع اللجنة التحضيرية لاتحاد شباب ساحل حضرموت التطوعي على تزكية أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في انتخابات الاتحاد القادمة في منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب استكمال الإجراءات مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. وكان اللقاء قد وضع الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد في مديريات المكلا وأرياف المكلا ودوعا وحجر والديس الشرقية والريدة وقصيعر وبروم ميفع أمام الرؤية والأهداف والرسالة والنظام الأساسي الداخلي للاتحاد الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأشاد الجميع بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية للاتحاد وسعيهم في لم شمل المكونات الشبابية في كيان واحد وتفعيل دورها في خدمة المجتمع المحلي.
تسلمت جامعة حضرموت 50 جهاز كمبيوتر محمول مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ضمن المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات الشقيقة لتطوير العملية التعليمية في حضرموت. وأوضح نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الدكتور سالم العوبثاني إلى أن هذه الأجهزة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ستسهم في تحسين وتطوير برنامج حوسبة شؤون الطلاب، وسيستفيد منها 15 كلية تقدم خدماتها لأكثر من 15,000 طالب وطالبة في جميع كليات جامعة حضرموت لتسهيل استكمال الإجراءات والمعاملات الخاصة بالبيانات الطلابية في مختلف التخصصات بالجامعة. قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اليوم مساعدات إنسانية وإغاثية على عمال وموظفي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمكلا، وذلك لتحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية. وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الخيرية التي تبذلها دولة الإمارات الشقيقة تزامناً مع بداية السنة الجديدة التي أطلقت عليها عام التسامح للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمة التي يمر بها الوطن. وفي ذات السياق وزع فريق الهيئة 130 سلة غذائية مستهدفة 650 فرداً من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها. أكد مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي أن المكتب وضع خطوات وإجراءات تسهم بشكل كبير في تفعيل نشاطات الاتحادات الرياضية كاملة خلال العام الجديد. وأشار الكابتن مسجدي في كلمة له بالحفل التكريمي لأبطال سباقات اتحاد الحمام الزاجل بساحل حضرموت لموسم 2018 وتدشين موسم سباقات العام الجديد بأن اتحاد الحمام الزاجل يعد من الاتحادات الجديدة والتي شكلت لها حضورا وتفاعلا على المستوى المحلي خلال العام المنصرم، والذي شهد نشاطا رياضيا كبيرا، لافتا إلى أن دعم قيادة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة قد أسهم بشكل إيجابي في انتشار الوضع الرياضي على مستوى النشاطات المختلفة، كما أكد على ضرورة العمل الجماعي في الاتحاد وتفعيل الدورات التدريبية الخاصة بكيفية تربية وتدريب الحمام الزاجل ومعرفة تحديد المسافات التي يقطعها هذا النوع من الطيور وتنفيذ النزولات الميدانية على الأندية الرياضية لاتساع وانتشار رقعة هذا النشاط. انطلقت بصالة الشهيد صالح الشاحب بنادي التضامن الرياضي بالمكلا منافسات التصفيات التمهيدية لبطولة المحبة والسلام لأندية ساحل حضرموت في لعبة كرة الطاولة التي يرعاها وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت، ويشرف عليها مكتب الشباب بتنظيم من اتحاد كرة الطاولة بساحل حضرموت. ودشنت البطولة بمشاركة فرق أندية المجموعة الأولى في التصفيات وحدة المكلا والتضامن وشباب روكب وهلال فوة في الفئات الثلاث فردي وفرقي وزوجي، وجرت منافسات في الثلاث الفئات كل على حدة، وأسفرت نتائجها عن تأهل وحدة المكلا عبر لاعبه عبد الله محمد الدحيل للدور الثاني في هذه الفئة، وينتظر الفائز من منافسات المجموعة الثانية. وفئة الزوجي فاز محمد العبيدي وعبد الله الدحيل من وحدة المكلا على أحمد بن نبهان وحسين المعاري من التضامن، وبذلك يتأهل وحدة المكلا. وأما عن فئة الفرقي فاز وحدة المكلا على التضامن 3-1 ويتأهل الوحدة للدور الثاني. أقر نادي التضامن الرياضي بمدينة المكلا احتفالية رياضية في الذكرى 40 لوفاة حارسه المخضرم صالح الشاحد خلال لقاء عقدته الهيئة الإدارية للنادي مع مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة حسن مسجدي. وأشاد الكابتن مسجدي بجهود مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي الثقافي الاجتماعي في خدمة النادي وتفعيل الألعاب الرياضية وتنشيط الجوانب الثقافية والاجتماعية بالنادي، إلى جانب النشاط الرياضي
مقدما شكره لقيادة النادي على دعوته لمشاركتهم في التحضير والإعداد لاحتفالية النادي بالذكرى 40 لوفاة الحارس الفقيد صالح الشاحت. من جانبه أشار رئيس النادي خالد باوزير إلى أن نادي التضامن سيقدم لوحة وفاء للفقيد في ذكرى وفاته تعبيرا عن المكانة الكبيرة لهذا العملاق الذي توفى وهو يدافع عن مرمى النادي. وفقده كل الوطن في الفتح من يناير عام 1979. هذا وناقش اللقاء جملة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالاحتفالية. تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة النادي لإقرار وتحديد وتنفيذ الاحتفالية. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يطلع ممثلين من منظمات المجتمع المدني على التجهيزات لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي. تدشين برنامج فحص العيون المبكر لتلاميذ الابتدائي وافتتاح المحافظ لمستشفى الرحمة التعاوني بالمكلا. وحدة المكلا يتأهل للدور الثاني في تصفية المحبة والسلام لكرة الطاولة. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.